اهلا بكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم من تلفزيون جيبوتي، واحييكم واقر على حضراتكم هذه النشرة التي استهلها بسم الله الرحمن الرحيم ثم باهم العناوين. جمهورية جيبوتي تحتفل باليوم العالمي للشباب تحت شعار حماية البيئة. دوليا ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اندونيسيا الى 436 قتيلا. إليكم تفاصيل النشرة. استقبل وزير النقل والتجهيزات السيد محمد عبد القادر موسى حلم في مكتبه بالوزارة اليوم الاثنين سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية جيبوتي السيد لاغي، وتبحث الجانبان حول قضايا عدة ذات التعاون المشترك بين الدولتين، منها تعزيز البنية التحتية للميناء وللمطار والقضايا الأمنية، إضافة آخر التطورات في المنطقة وبحث سبل تعزيز وتطوير هذه العلاقات. كما جرى خلال الاستقبال تبادل الأحداث الودية وبحث أوجه مجالات التعاون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجالات النقل المختلفة. على غرار بقية الدول العالمية تحتفل جمهورية جيبوتي باليوم العالمي للشباب، وفي هذه المناسبة نظمت أمانة الدولة للشباب والرياضة مناسبة للاحتفال بهذا اليوم. وللمزيد حول هذا الموضوع فلنستضيف في الاستديو زميلة خضر. أهلا بك خضر. أهلا بك زميلة حسنة عبد يحيى. كما ذكرت في هذه النشرة، على غرار بقية دول العالم تحتفل جمهورية جيبوتي باليوم العالمي للشباب، وبهذا صدد نظمت أمانة الدولة للشباب والرياضة صباح أمس مناسبة للاحتفال باليوم العالمي للشباب. وتحتفل جمهورية جيبوتي في هذا اليوم العالمي تحت شعار حماية البيئة وتطوير البنية التحتية الرياضية. هذا وشارك في هذا الحدث الوطني المهم شخصيات هامة من أمانة الدولة للشباب والرياضة، إضافة إلى المئات من الشباب من العاصمة جيبوتي والمناطق الداخلية. في هذه المناسبة تم تقديم خلال هذه المناسبة الرقصات التقليدية والفولكلورية من قبل الشباب المشاركين، كما تم تنظيف السواحل وأيضا تقديم أنشطة متنوعة مثل رياضة كرة القدم وكرة الطائرة والسباحة. وشكلت هذه المناسبة للاحتفال باليوم العالمي للشباب تحت شعار حماية البيئة فرصة للشباب لتبادل المثمر والتواصل بينهم وتعزيز الأخوة بين الشباب. هذا وشهدت هذه المناسبة سلسلة من الكلمات المقدمة من قبل المشاركين في هذه المناسبة، والتي حثت الشباب لمواصلة مضي قدما حول الحفاظ على البيئة وكيفية تنظيف السواحل. وفي سياق متصل سمينا حسنا، قامت منظمة الأمم المتحدة للبفولة يونيسيف بتوزيع مستلزمات رياضية لصالح مراكز التنمية المجتمعية، وذلك احتفاء باليوم العالمي للشباب الذي تحتفل به جيبوتي على غرار بقية دول العالم. وجرت هذه المناسبة التي شهدتها مراكز التنمية المجتمعية أو شهدها مركز التنمية المجتمعية للحي الثالث بحضور ممثل أمانة الدولة للشباب والرياضة وممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة في جيبوتي، وإلى جانب العديد من المشاركين. والهدف من توزيع هذه الهبة المكونة من الأدوات الرياضية لصالح الشباب هو تعزيز المهارات الرياضية المشتركة للشباب وتعزيز وتطوير الرياضة الوطنية. وفي كلمتها سلطت ممثلة منظمة الأمم المتحدة الضوء على ضرورة العمل بغية تحقيق الأهداف، وأشادت بالجهود التي قامت بها الحكومة الجيبوتية من خلال أمانة الدولة للشباب والرياضة، وشددت بالتعاون المشترك القائم بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة وأمانة الدولة للشباب والرياضة في مجال التنسيق الرياضي وتعزيز مراكز التنمية المجتمعية في مجال ترقية الرياضة. ومن جانبه أشار ممثل أمانة الدولة للشباب والرياضة إلى أن توزيع هذه المستلزمات الرياضية ستساهم في تنمية القدرات لدى الشباب، وأعربت عن سعادته البالغة للمشاركة في الاحتفال وتقديم الدعم الرياضي من أجل ترقية الرياضة الوطنية. كما أكدت ممثلة الأمم المتحدة للطفولة دعم الرياضة وأشارت إلى أنه من الأولويات الهامة التي يسعى برامج الأمم المتحدة للطفولة لدعمه بالنهوض بالرياضة كما يساهم في خدمة الشباب. وأشادت
بالجهود التي تقوم بها مالية الدولة للشباب والرياضة لترقية الرياضة في مراكز التنمية المجتمعية. من جانبه أشار ممثل أمانة الدولة للشباب والرياضة إلى أن توزيع هذه المستلزمات الرياضية ستساهم في تنمية القدرات لدى الشباب، وقدم شكره وامتنانه لممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة لتوزيع هذه الهبة المكونة من مستلزمات رياضية. خضر، شكرا جزيلا. غادرت الدفعات الثلاثة الأولى من الحجاج الجيبوتيين يوم أمس الأحد المدينة المنورة متوجهة إلى المكة المكرمة لتأدية فريضة الحج لعام 2018، وذلك على متن سيارات مخصصة للحجاج الجيبوتيين. وكان في وداع الدفعات الثلاثة الأولى من الحجاج الجيبوتيين لدى مغادرتها المدينة المنورة رئيس البعثة سيد علمي نور جامع وأعضاء البعثة. وفقا لمسؤولي بعثة الحج أن حجاج الجيبوتيين سيصلون إلى المكة المكرمة لتأدية شعائر الحج الذي ستبدأ مناسكه يوم التروية الذي يصادف الثامن من شهر ذو الحجة. هذا ورافق الحجاج في هذه الرحلة مسؤولي قسم الحج منهم لقنصلية جيبوتي في جدة، منهم السيد عثمان فرح والنائب القنصل السيد أحمد علي. وأدى الحجاج الجيبوتيين ركعتين في ميقات ذو الحليفة ميقات أهل المدينة لأجل حج التمتع. ولدى وصول الحجاج إلى المكة المكرمة حظي الحجاج باستقبال حار من قبل القنصل السيد علي ميعاد ورئيس قسم خدمة البعثة سيد حسين وبري وعضاء البعثة في مكة المكرمة. وأخيرا قدمت اللجنة الطبية للبعثة خدمات صحية لبعض الحجاج، وذلك في مستوصف البعثة الجيبوتية. منذ افتتاح مكتب التوظيف الإقليمي من قبل وزير العمل السيد حسن إدريس سمرية في مقر المجلس الإقليمي في منطقة تاجرة، يقوم هذا المكتب بعمل مستمر في مجالات مختلفة لاندماج الشباب في سوق العمل، وذلك بدعم من السلطات الإقليمية في هذه المحافظة. وأوضح المنسق الإقليمي في منطقة تاجرة سيد عبد الله محمد أن المكتب يقدم جميع الاحتياجات الضرورية بغية تنفيذ المشاريع التي تتمثل في تنفيذ دورات للشباب في مختلف المجالات المهنية كريادة الأعمال، وذلك ضمن خطتها للتقليل من البطالة وتعزيز مهارات الشباب واندماجهم في سوق العمل. وفي مداخلة للمدير العام للوكالة الوطنية للتوظيف والتدريب والاندماج المهني في تاجرة سيد حسين أشار على أهمية هذه الدورات التي تقدم للشباب ودعم الشباب المشاركين للاستفادة من الدورات التي تأتي في إطار تقديم الخدمات الوظيفية للعاطلين عن العمل. وفي مداخلة له في هذه المناسبة أشار رئيس المجلس الإقليمي في منطقة تجرة إلى أهمية إنشاء هذا المكتب لتوظيف الشباب واندماجهم في سوق العمل، وأضاف بالقول أن مكتب توظيف الشباب أنشئ من أجل تقديم جميع الاحتياجات الضرورية لإنشاء المشاريع التي يقوم بها الشباب وتنظيم دورات لصالح الشباب في مجالات مختلفة بدورها. أوضح والإقليم تجر السيد عبد الملك محمد بنويتا أن هذا المكتب سيلبي الاحتياجات الضرورية المتعلقة بكيفية إنشاء المشاريع لدى الشباب، مقدما شكره لوكالة الوطنية للعمل والتدريب والاندماج المهني لهذه المبادرة القيمة. إذا مشاهدينا الكرام والآن ننتقل إلى الساحة الدولية، وللمزيد حول المواضيع الدولية تنضم إلينا الزميلة حواء. أهلا بك حواء. أهلا حسناء.
نبدأ هذه الجولة الدولية بمالي، حيث تنتظر مالية النتائج الأخيرة حول الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد. صحيح حسنا، وسط توتر أمني وأعمال عنف أغلقت مراكز الاقتراع في مالي أبوابها بعد أن أذل الناخبون بأصواتهم في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية مساء الأحد الماضي ضمن أجواء غير حماسية. وفي أدلى حيث أدلى الماليون بأصواتهم في هذه الدورة الثانية باعتقاد كثيرين أن النتيجة محسومة سلفا لصالح رئيس المنتهي ولايته إبراهيم أبو بكر كيتا في اقتراع جرى وسط هذه الإجراءات الأمنية المشددة. تخللت اتهامات بالتزوير وعمل العنف أسفرت عن مقتل موظف في مركز الانتخابي، ولم تشهد مراكز الاقتراع اقبالا كبيرا من الناخبين. ومن المتوقع ان تصدر نتائج الانتخابات وهي الثانية التي تجرى في مالي منذ التدخل العسكري الفرنسي في 2013 في غضون 4 إلى 5 أيام، وسيتولى الرئيس المنتخب مهامه في مطلع سبتمبر، وتنتظره مهام إحياء اتفاقية السلام الذي وقع في 2015 مع المتمردين السابقين من الطوارق. وإلى تركيا، نعم، تواصل أو الليرة التركية هبوط الحاد مقابل الدولار واليورو، إذ وصلت الاثنين إلى أدنى مستوياتها. وعلى خلفية هذه الأزمة اتخذت تركيا مجموعة من التدابير من بينها توفير كل سيولة ضرورية للمصارف من أجل ضمان الاستقرار المالي وفق ما أعلنه البنك المركزي التركي الاثنين. و يأتي هذا الإعلان بعد أن شهدت الليرة التركية التي خسرت هذا العام أكثر من 40% من قيمتها مقابل الدولار واليورو هبوطا حاد الجمعة، ما أثار هلعا في أسواق المالية العالمية. وفي الساعة الأولى من الاثنين في وصلت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها في التاريخ، وتحظى يحظى الدولار الأول مرة 7 ليرات قبل أن تتحسن مع إعلان البنك المركزي التركي. وراجع البنك المركزي التركي معدلات الاحتياط اللازمه للمصارف تفادي أي مشكلة سيول، وذكر أنه سيتم ضخ السيول بقيمة 10 مليارات ليرة. وننتقل إلى بريطانيا، حيث الألعاب القوى في بطولة أوروبا لألعاب القوى. انتهت البطولة الأوروبية للألعاب القوى ليلة أحد في برلين، وكانت تهيمن عليها بريطانيا العظمى مع العديد من النجاحات في أحداث العدو. وقبل اختتام قدم الوفد نفسه لقب الثالث في تتابع 4 في 100 متر، تخطى العداؤون البريطانيون بقيادة البطل الأوروبي زارنيل زمن 37 ثانية. وبالنسبة للنساء فإنه لا تزال المملكة المتحدة التي هي فائزة بعد 100 و200 متر، فاز دينا شير على الميدالية الذهبية الثالثة، وهو ما يتجاوز 3 منافسي في سباق التتابع الماضي. وفازت البرتغال بالذهبية الثانية في الشوط الثاني بفضل نيسول إيفور، و الوثب الثلاثي البطل الأولمبي السابق والبطل العالمي مستبعدا من أعلى 34 له في 17.10 متر. وبعد منافسة القفز في القطب على المستوى، فازت السويدية أرماندا على الميدالية الذهبية، وفاز الروسي تيمور على مسافة 6.100 متر، كما فاز الفرنسي رنيوم حامل الرقب القياسي العالمي الفرنسي وحصل على البرونزية. وتتقدم بريطانيا العظمى على بولندا وألمانيا وفرنسا، وتحتل المركز الرابع أمام بلجيكا. وأخيرا كشف الممثل الإنجليزي إدريس إلبي عن عدد من التغريدات عبر حسابه الشخصي على تويتر.
تشير إلى إمكانيته لعبه دور البطولة في النسخة 26 من سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة. وكتب الممثل البريطاني الذي سمي إلابي إدريس إلابي في استعداده للجملة الشهيرة التي يستخدمها العميل السري في تعريف عن نفسه: اسمي أو يسمى ببوند جيمس بوند. كما قام بتعليق أيضا إلى أحد التغريدات التي تقول أن الفريق عمل فيلم بوند 25 يبحث في الوقت الحالي عن فتاة صغيرة لأداء الدور البطولي أمام دانيال كريج وعن شخصية شريرة أيضا. كما أضاف أن منتج الفيلم يبدو ليس لديهم رغبة في استبدال كريج وأنه مستمر بالسلسلة، ليقوم إلابي برد هذا التغريدة قائلا: لا تصدقوا الشائعات. إذن شكرا جزيلا حواء على هذه التفاصيل حول الأخبار الدولية. مشاهدينا الكرام، بهذا قد وصلنا إلى نهاية اللقاء. نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.